السائل يسأل عن قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نرجو منكم بيان معنى هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين خلقنا في هذا الكون وجعل لنا عقولا نهتدي بها وقدرات تحركنا وتوصلنا إلى مطلوبنا، وأرسل إلينا الرسل ودلنا على طريق النجاة، وأخبر الرسل أنه ليس عليهم إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وأخبر أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه أو يدسيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولما أرسل الله رسله وأنزل كتبه واجتهد الرسل في بيان ما أوجب الله تعالى عليهم، لم يؤمن لهم إلا القليل، وكان أكثر الناس كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور. والله تعالى يخبر رسوله وهو يرسله ويخبره بأحوال الأنبياء قبله، يخبره بأنه قادر على أن يجعل جميع الناس عبادا أتقياء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فعندنا باب القدرة، باب القدرة، قادر رب العالمين قادر على أن يهدي العباد كلهم أو يضلهم كلهم، لكن باب العدل يقتضي أنه لا يستوي المؤمن والفاجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله تعالى لا يسوي بين الذين اجترحوا السيئات وأقبلوا عليها وبين الذين اجتهدوا في إرضاء ربهم. فالله تعالى يقول في هذه الآية وهو يخبر عبده بقدرته على الهداية وبأنه أرسله وجعل للناس الاختيار: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس يا محمد حتى يكونوا مؤمنين. ما لك حق ولا تملك الإكراه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكراه، قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالمؤمن يؤمن قناعة ولا يؤمن إكراها. ولهذا أحبتي في الله، على الداعية أن يعرف أن الله تعالى أمره بالدعوة ولم يجعل له سبيلا إلى هداية التوفيق. هداية التوفيق ليست بيده، بيد الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم في قصة عمه أبي طالب. والهداية التي نفاها هنا هي هداية التوفيق، وفرق كبير بينها وبين هداية البيان والإرشاد التي قال الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لترشد وتدل إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهذه لله. نعم.